ننظر إلى موقع حسن روحاني الآن في يعني المسرح السياسي في إيران. حسن روحاني الآن هو بين مطرقة شطب مرشحينه، هناك 7000 مرشح تم شطبه، والولي الفقيه الذي يتحدث عن المصالح الوطنية الإيرانية يشطب المواطنين الإيرانيين من دخولهم للانتخابات ويحرمهم لخوض الانتخابات، وحسن روحاني بين صندان الانتقادات الموجهة إلى مثلا لعقد عقود مع فرنسا حول شراء قطاعات طيار أو إيرباص أو ما شابه ذلك. يعني الرئيس الآن حتى لا يستطيع عقد أو يبرم عقود اقتصادية مع دولة خارجية، هو الآن في هذا الوضع. ولكن لو رجعنا إلى الإرهاب، حسن روحاني يعرف جيدا من هو أول الإرهابي الذي صنع داعش في داخل العراق وفي داخل سوريا. وقبل يومين مجلة دير شبيغل كتبت بشكل واضح بأن سمير عبد محمد الخلفاوي المعروف بحجي بكر هو من صناعة المخابرات السورية الذي الآن محمي من قبل النظام الإيراني وأيضا من روسيا. من هو أبو عمر الشيشاني رجل الكاجيبي الآن هو يعني كان من قيادة داعش. أيضا هناك شخصيات معروفة مثلا أبو الغقاء السوري، أيضا الجماعات المقربة إلى إيران هي السابقون في الإرهاب، مثلا حزب الدعوة، مثلا فيلق البدر، مثلا جماعة حسن طيب نصر الله يعني الإرهابي. يعني كل هذا كل هذه الأمور يعني الرسالة إلى الداخل، التأثير الذي يريد من أي من القيادات الإيرانية بمثل هذه التصريحات، التأثير على الداخل، ما الذي يريده من مثل هذه التصريحات، وما انعكاس مثل هذه التصريحات على الداخل الإيراني ومسار حتى الانتخابات البرلمانية دكتور حسن؟ بالتأكيد انظروا ما قاله اليوم علي خامنئي، وجه انتقادات شديدة إلى مجلس الأعلى للأمن القومي الذي حسن روحاني هو سيكون رئيسه. يعني حسن روحاني الآن تحت المطرقة بشكل قوي، ويخاف أصلا يزيلونه من الساحة السياسية في عشية الانتخابات. هو يتخذ شعارات متطرفة مثل الأصوليين، مثل المتشددين في داخل إيران، حتى يحصل على يعني مكانته في هذه الزاوية أو نعم. في المكانة المتعلقة للمتشددين حتى لا يزيحونه من هذه المكانة. وإلا هذا الكلام معروف أن هذا الكلام غير واقعي. طيب. السعودية والأمارات وكل دول المنطقة هي مستهدفة من قبل داعش وغير داعش، وبالمناسبة البلد الوحيد الذي لم يستهدف من قبل داعش إيران وثم إسرائيل. طبعا كل شيء بيد المرشد الأعلى، السياسات الخارجية، السياسات المتعلقة في المنطقة، السياسة الميليشياوية في العراق، في اليمن، في سوريا، في لبنان، وفي أي مكان متعلقة بالولي الفقيه وهو الحاكم الذي لا منازع له ولا حد يسأل عن صلاحياته. ومنذ أكثر من 22 عاما حتى الآن لم يدخل تحت أي مسائلة صحفية، لم يجري يعني مقابلة صحفية علي خامنئي. علي خامنئي دائما يتكلم بشكل انطوائي على جانب واحد، وكلامه دائما بشكل يعني يعطي أوامر، وعلى حسن روحاني أن ينفذ هذه الأوامر. مهمة حسن روحاني بالدرجة الأولى كانت تتعلق بالملف النووي وتمرير الملف النووي، هو نجح بتمرير هذا الملف وأيضا إزالة العقوبات وما كان يطلبه المرشد. النقطة الثانية تلميع صورة إيران في الصورة العالمية في العلاقات الدولية، هذه مهمة روحاني. ولكن روحاني يعلم جيدا أن كيف إيران تتدخل في العراق، كيف تتدخل باليمن، كيف تتدخل مكانات أخرى.